بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العزيز معكم موقع XQ55.net. قدم مميزات الحركة في جهاز جالكسي نوت 2. سابقا قد شرحت هذه المميزات على جالكسي S3. نوت 2 يعتمد على ميزة إضافية بالإضافة إلى كل مميزات جالكسي S3. اذهب للضبط ثم الحركة، ستجد مجموعة من المميزات، ضع صح على ما تريد. للتعرف أكثر على هذه المميزات اضغط على تعرف على الحركات. أول ميزة هي نظرة سريعة. نظرة سريعة هي باختصار عندما يكون الجهاز بوضع المغلق أو السبات، كل ما عليك هو المسح براحة اليد من بعيد بهذا الشكل، سيعطي معلومات على الشاشة. طبعا هذه المعلومات تحتوي على الرسائل الفائتة والضبط ووضع البطارية. ثاني ميزة هي اتصال مباشر، موجودة في S3، وهي بالذهاب للرسائل، أرسلت رسالة واستقبلت رسالة، بمجرد أن ترفع الجهاز إلى أذنك سيتم الاتصال بشكل مباشر. الميزة الثالثة هي منبه ذكي. منبه ذكي هي عندما يكون لديك مكالمة فائتة أو رسالة فائتة والجهاز بوضع السبات، مغلق بوضع السبات، ليس مغلق كليا، مغلق بوضع السبات، بمجرد رفع الجهاز سيهتز الجهاز بأنه يوجد لديك مكالمة فائتة. بالنسبة للميزة النقر، انقر نقرة مزدوجة للانتقال لأعلى، وهي دبل كليك من أعلى الجهاز عندما تكون في جهات الاتصال، في مثلا جهة اتصال رقم 50 مثلا، بمجرد ضغط دبل كليك على أعلى الجهاز من يمين ستذهب لأول قائمة. هذا الأمر في جهات الاتصال، في الضبط بشكل عام، في الجهاز بشكل عام. عندما نذهب للميزة الرابعة وهي الإمالة للتكبير، هي ميزة خاصة بالصور، وهي ضغط بالإصبعين بهذا الشكل لعمل زوم. طبعا يوجد مجموعة من المميزات، هي دبل كليك لعمل زوم، أو عمل زوم بهذا الشكل، أو الإمالة للتكبير. تدوير لنقل الرمز هي الضغط على الرمز ضغط مطول بهذا الشكل، ثم تحريك الهاتف بهذا الشكل، ممكن أن تنقل أيقونة مثلا. تحريك الاستعراض الصورة أيضا هي بمجرد الضغط على الصورة وأنت في الصورة نفسها وتحريك بهذا الشكل، ممكن أن تذهب لمكان معين في الصورة، وهكذا طبعا تعمل زوم، وهكذا تعمل زوم. التحريك للتحديث وهو شيك، بمجرد عمل تحريك للجهاز بهذا الشكل سيعمل الجهاز تحديث، سواء كنت في البلوتوث أو كنت في مكان يحتاج إلى تحديث بشكل عام. آخر ميزة هي القلب لكتم الصوت، هي ميزة معروفة طبعا، عند وجود مكالمة يمكن أن تعمل بهذا الشكل ويعمل الجهاز ميوت. يوجد ميزة أيضا هي السحب لأخذ الصورة بهذا الشكل، سيتم أخذ صورة للشاشة، أو عند الذهاب للموسيقى مثلا أو الصوت، عند وضع اليد على الشاشة سيعمل الجهاز ميوت، أو عند قلب الجهاز سيعمل الجهاز أيضا ميوت. هذه هي رحلة سريعة على مميزات الحركة في جهاز نوت 2. سيتم إن شاء الله شرح مزيد من المميزات ومنها القلم في فيديو آخر بإذن الله. تابع موقع XQ55.net للمزيد.